وانتوما اش كديروا؟ ما قولوا ليش كديروا دابا؟ واش انتوما دابا بحاليا هاد الكاميرا ما عمرها ما تجي قدامي باش تقعد عينيا؟ انتوما لاباس عليكم؟ وانتو واش غادي نقول لكم البنات؟ ها انتوما قال لك لا ما تعطيهاش خليها ليا. وي جو سا مي بوركو سا مانتنا سي بور علي اولي على هاد الولد اولي على هاد الولد انا طنطوي الحوج باش هاد الحوايج اللي غادي نصيتو هو تيقول لي ديال ديالو حط دابا خليني دابا خليني خلينا ولدي خلينا ولدي ما تبكيش علاش تبكي علاش بوركو تي بلور Tu veux pas que je donne à Ali, je donne à Ali. Et ça, moi j'ai envie de le garder. Tiens, hop. Ah là, yeah. Et ça aussi tu veux, hein? Oui. C'est petit. C'est trop petit, ça. C'est trop petit, Victor. Je m'en fous, je garde. Ça y est. Ça fait, je m'en considère ça, rien. شوفوا مقلق ها. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير صحه لاباس كنتمنى تكونوا كاملين بخير البنات و الله يدخل عليكم هذا النهار بخير وعلى خير وبصحه ولهنا ان شاء الله يا ربي. المهم البنات جيت لهذا الماريو كيف تتشوفوه ديال ولدي تنجمعوا اش غادي نقول لكم مره في الشهر تنجمعوا ها انتوما كتشوفوا الروينه. المهم غادي نحيد لي الحوايج اللي صغارين عليه وغادي نقادو حيت دابا صافي دخل الوقت ديال البرد وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم البنات. المهم هادو ما شريناهم هادي صغيره عليه يعني الحوايج كاع صغارين غادي نحيدهم ليه يا الهي ما عرفت منين نبدا البنات ما عرفت منين نبدا. المهم راه كاين عندي شي حوايج باقي جدادين هنايا. المهم غادي نخليهم كلشي نهبطهم كيف تتشوفوا راه باقي التيكيتات ديالهم ها. المهم هادو ديال الحوايج ديال الصيف هادو جدادين باقي. المهم انا نهبط كلشي لتحت ونحيد داكشي الصغير حيت ما فيه ما بقى واقفه. او بسم الله البنات. المهم هذا سروال الله شريناه لي هذا جديد هذا ديال البرد مع الدوبل هذا سروال تجي تاع هذا. المهم هذا قلت المهم البنات راه تنشري ليه جديد وإلا كان داك المارشي بيس ولا اسميتو بورس او فيتمون يعني تيكونوا شي الناس يبيعوا حوايجهم في دوك فواحد لاصال ديال لاميغي ويتمعوا الناس يبيعوا حوايجهم تما. المهم هذا باقي جديد كيف تشوفوا التيكيتات ديالو شريتو ليه ولكن مازال كما لبسو معاه تنشري ليه الحوايج كبارين عليه بواحد شويه. المهم حتى هذا راه باقي جديد حتى هو ها نتوما كيف تشوفوا التيكيتات انا تنشري ليه الحوايج فاش تيكون داك السول ديال البلاد 50% ولا 40% تنشري ليه الحوايج باش نديرو شويه ديال الايكونومي البنات فهمتوني. هذا صغير عليه هذا السروال ديال البرد مدوبل. المهم الحوايج الصغارين غادي نحطهم ليه هنا هو واخا ولدي ما تيبغيش يخرج حوايجو حتى هذا باقي جديد ولكن صغير عليه. المهم غادي نشوف غادي نصيفتهم للمغرب ان شاء الله ولا فاش نجي ان شاء الله للمغرب غادي ها نتوما باقي والله العظيم راه كانت فيه 50% ولكن غير دوزيام ارتيكل تشري واحد بالثمن والاخر تشري بنص الثمن. هذا راه خاصني نلبسو ليه حيت قرب يصغر عليه. المهم هذا خاصني نلبسو ليه. المهم هذا ما حيدت ليهم التيكيتات البنات حتى هذا راه صغير اللي ما عمرو ما لبسو يا البنات ها كيف تشوفوا جديد والله تنسى الحوايج والله الا تنساهم ليه مع تنشري ليه بزاف كما قلت لكم حتى هذا راه جديد هذا شريتو ليه جديد ما عمرو ما لبسو ولكن هذا ماشي مشكل كبير. تا هذا باقي تا هو جديد لبسو واقيلا شي جوج خطرات. البنات الله يعطيكم الخير البنات شجعونا
شجعونا الله يعطيكم الخير. الناس اللي تيهضروا معكم بالمعقول وغادي معكم بالصراحه ما تتبغيوهش، والناس اللي تيديروا دوك التفليات داك الهبل تربح عزيز عندكم، شجعوا القنوات البنات شجعونا. وتا هذا راه صغير عليه. عزلهم لي انت، هذا صغير عليه هاد الشورت. ماما ماما تو فو باغي، سكت عليا نتايا، تو سا سي باغي. قال لك ما تصيفطيهمش العالي، غادي نصيفطهم العالي. اي ها ولدي هذا صغير، وهذا شنو هذا ديال الحوايج ديال سميتو. خلي ولدي هادشي ماشي بياسا، عرفتي ولدي واش عسيت عندك؟ ولدي راه تيفهم العربيه واحد شويه وما تهضرش بها. ها تي بار بار ها سي تي كومبرون تي بو ان تي شويه تي كومبرون مي با اون غوت alors je comprends alors calme-toi. لي سانتي غادي نخليهم لك هنايا، نخليهم لك هنايا. شوف راتي انا انا تنحط، قال لك لا ما تعطيهمش. ها انتما صغارين صغيره عليه البيجامه، قال لك لا. مي لو لا با فيكتور فيكتور بلا ما هذا نفوي لو لي اكس. ها واش غادي نقول لكم البنات؟ ها انتما قال لك لا ما تعطيهاش، خليها ليا. ها انتما غادي نخليها ليه حتى يغبر عليا. فيكتور راه مقطع ولدي هاد السروال، يريد يشيغي هانتا فوالا هكا. مي سي با غراف سي با غراف. اوا صافي ما غاديش نعطيها هادي، هادي مقطعة غادي نخليها ليه يبقى يلعب بيها. انا ولدي ديما هادشي فاش ما تيكونش عاد خاصني نعطيها ما شي حاجة، باش تيكون حدايا ما تقدري تعطي. لا ماما بغيت هادي، لا ما بغيت هادي، لا بغيت هادي. وتا هادو الحوايج ديال البرد خليتهم هنايا، هادو السرا والجين نحطهم لهنا. وهادي بيجامه، هاد البيجامه جبتها لواحد البنت من المغرب. هادي سا تولاس تولاس، وجاتها صغيره قالت لي هاكي ها لولدك. صغرت عليها وهي تجيبها لي لولدي، انا اللي شريتها ليها. ماما تولاس وغادي نخليها لولدي، واخا ماشي هي ديال البنات ديال الدراري، ولكن غنخليها ليه يبقى نحبسها ليه الا غادي يمشي ناس. هادشي اللي كاين البنات، هادو غير لي كاسكيتو سميتو. المهم البنات كيف تشوفوا هنا التيشيرتات هنا، وهنايا دوك التريكوات هنا، التيشيرت اللي ما عندهمش لي مونش، وليا عندي دوك التريكوات الغلاضين بديك الجهه، دوك باقي كبارين يعني حيد دوك الصغارين. المهم غادي نشوف الحوايج اللي صغارين هنايا، وهذا الشيء اللي كاين البنات. هذا صغير، هذا يعني غادي نخليه في داك هوب. هذا لا الله شريته لي، هذا صغير عليه كما قلت لكم البنات راه الدراري صغار دغيا تيكبروا. هذا لا كي شرعت مرات الله ما في يا ما يطول. هذا لا كبير، وهذا لا هذا لا شريته. وانتم اش كديروا؟ ما قولوا ليش كديروا دابا؟ واش نتوما دابا بحاليا هاد الكاميرا ما عمرها ما تجي قدامي باش تقادوا عينيا. انتوما لاباس عليكم؟ كوان هادي كوان. المهم هذا الله شريتو لي، هذا كبير.
هذا صغير لا هذا صغير هذا غير يشوفني غادي نحط ما يقول لك بغيت بغا والمهم عندي واحد البينوار هنايا صغير عليه حتى هو بينوار الحمام حتى هو صغير ما عرفتش كتدخل ليا ديما الحوايج مقلوبين في المال ما تنحمل يكونوا الحوايج مقلوبين ما عرفتش كنو انا تنصبون ونصلح كيما نعرفو لقينا فيت لابسو وباه ردو خلال الماريو هذا صغير هذا عرفتو هذا صغير هذا لا هذا ديال هذا ديال تحت هذا لا باقي ردو وهذا هذا صغير هذا هذا حتى هذا صغير صغير وهذا باقي التيكيتات ديالو كيف تشوفوا هذا كبير حتى هذا باقي التيكيت ديالو هذا كبير حتى هو كيف تشوفوا البنات راه ما نكذبش عليكم حتى هذا التيكيتات ديالو هذا كذلك التيكيت ديالو خاصني نبقى نلبسو ليه لا 8 سنين باقي هذا كلشي جدادين وهنايا كلشي كبارين هادو عرفت بانه بدو وغادي نجي لهاد الصف الاخر المهم هذا ديك هذا قدو حتى هذا راه باقي جديد هذا هذا راه شريتو لي باقي شريتو لبستو لي وقيلا في الدخلة ديال المدرسة فاش دخلو المدرسة فاش لبستو لي تا هذا باقي كبير المهم والله ما غاديش ما ساليت باش ندير هادوك لي عندهم لي يدين طوال هذا صغير هذا ديما مقلوب هادشي أكرهو الحوايج يكونو مقلوبين حيت أنا تنقلبهم باش ندخلهم الماكينة وهذا حتى هو صغير عليه كيف تشوفوا كذلك هذا حتى مقلوب هذا قدو هذا كبير هذا وهذا صغير هذا لا قدو نشوف هذا صغير تا هو هذا لبدو هادشي اللي كاين البنات المهم انا جمعت لي هاد الماريوات ديالو ودابا كاينين هاد الحوايج ان شاء الله غادي نعطيهم في سبيل الله غادي نسيفطو من المغرب مع ولد خويا عنده دابا 5 سنين يعني محال واش يجيو قدو المهم نسيفطهم ليهم يديروا بهم اللي عجبهم اما يعطيهم اما ولد خويا حتى هو هو هادشي اللي غادي نقول لك هادشي اللي غادي نقول لكم البنات المهم عندي عرض ديال الباكاج ديما تنخرج في الحوايج ديال ولدي ولا حوايج ديالي انا وهادشي اللي بغيت نقول لكم وتنتمنى يعجبكم هاد الفيديو تشجعونا يا البنات شجعوا القنوات الصغارين شي حاجه فاش غادي تستافدوا البنات هادشي اللي بغيت نقول لكم وشكرا لكم بزاف 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 وما تنساوش بارطاجي هاد الفيديو
باش يوصل الاحباب والاصدقاء والعائله حتى هي، علاش لا. وشكرا لكم بزاف بزاف، حتى المره القادمه ان شاء الله فيديو جديد.